أعزائي المشاهدين، دائما من مدينة أكادير أمام محكمة الاستئناف في ملف المرأة الحديدية. اليوم المفاجأة الكبرى وهي أنني كنتفاجأ بالوجود ديال السي مصطفى الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، كذلك السي حسان زقلو اللي عنده تكليف ديال الجمعية، رئيس لجنة التقصي والحقائق في الجمعية. السي مصطفى، شرف لنا أنك تكون حاضر معنا اليوم. مرحبا. لقيناك في هذه المحكمة، وبطبيعة الحال بغينا نتكلموا على الملف ديال المرأة الحديدية، اللي كنعرفوا أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان كانت صدرات بيان كذا من مرة على قبل هذا الملف، وانتم متتبعين لهذا الملف. سي مصطفى، انا غادي نسولك سؤال الاول، وهو انتم كشبكه مغربيه لحقوق الانسان اللي متبعين هذا الملف بخطى حثيثة، شنو رايكم في الملف من بدايه المحاكمه الى الحكم على الموثق الى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر جريدتكم الموقره، جريده صوت العداله، التي كانت دائما متتبعة للقضايا الوطنية وللقضايا التي تهم الرأي العام، بما فيها كذلك قضيات وهذا الملف الذي بات يعرف إعلاميا بالمرأة الحديدية. بطبيعة الحال نحن كنا دائما متتبعين لهذا الملف منذ الوهلة الأولى، وكانت أطوار المحاكمة مرت عبر جلسات وعبر كذلك مراحل. اللي يمكن أننا نقوله في الشبكة المغربية لحقوق الإنسان على أننا أولا نحن مع المحاكمة العادلة لجميع الملفات، وليس فقط لملفات المرأة العادلة. ثانيا كنا دائما ندعو إلى استقلال السلطة القضائية، والذي نادينا به وتنادي به هيئة المحامين وينادي به الإعلاميين وكل القوى الحية في المغرب. اليوم ملف المرأة الحديدية أسال الكثير من 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 الأقلام، وكذلك تحدثت عنه الصحف بشكل مستفيض، وكذلك حتى خرجت الإعلامية التي يقوم بها هيئة الدفاع المتهمة. اليوم نحن حضرنا في هذه الجلسة والتي تأخرت بطلب من هيئة الدفاع، التي قالت على أن الذين قالوا بتجريح في هيئة الحكم، وكذلك من أجل إعطاء الفرصة للحديث مع المرأة الحديدية حتى ترفع يعني الإضراب على الطعام وتمكينها من الحضور في جلسات المحاكمة. أعتقد على أن المسار هو في هذه المحاكمة هو مسار طبيعي جدا. أولا رغم أن الدفاع ديالها يقول أن هناك محاكمة غير عادلة وأن السيدة خصها تتمتع بالصراح نعم. هذا هو الجواب اللي كنت غادي نتكلم عليه وغادي نتحدث عليه جميعا. اليوم هنا كنا احنا نتكلموا فعلا على مبدأ استقلال السلطة القضائية. أولا خاصة يعرف المشاهدين، لأن السادة المحاميين لهيئة الدفاع توجهوا لوسائل الإعلام، ومن طبيعة الحال من خلاله كيتوجهوا للشعب المغربي في هذه القضية. لذلك خصنا أننا نفصلوا ونشرحوا مزيان ماذا يقع في هذا الملف. أولا فيما يخص الإضراب على الطعام التي قامت به السيدة المتهمة فهو اختياري، ما لزم حتى شي واحد باش يدير إضراب على الطعام، حتى ولو أن هيئة الدفاع كتقول بأن الإضراب على الطعام جاء نتيجة غياب المحاكمة العادلة إلى غدا، وهذا غادي نناقشوها وغادي نتكلموا عليها بالتفصيل إذ وجد هناك وقت طبيعة الحال. ثانيا رغم أنها كانت تطالب، الدفاع ديالها كان كيطالب على التذكير، فالدفاع ديالها كان يطالب بالجلسات الحضورية، وملي لبات المحكمة الطلب ديال الدفاع بالجلسات الحضورية دخلات المرأة الحديدية في إضراب على الطعام، ما بقاتش باغا تحضر. نعم، هنا قبل ما نوصل لهذه النقطة، لأن النقطة اللي هي مهمة وأساسية جدا اللي خاصنا أننا نتكلموا عليها. هنا نتكلموا على، خاصنا نعرفوا، لأن كنا قبل من اللقاء تعطيني قلنا أن السيدة دارت إضراب على الطعام.
دفاع المتهمة توجه إلى وسائل الإعلام، شرح الحيثيات ديال الإضراب على الطعام، شرح بأن هناك غياب للمحاكمة العادلة، واحد العدد ديال الأمور الإجراءات اللي كانوا ضدها، اللي كيقولوا هما بأن المحكمة ضد مزيان. اليوم خاصنا نعرفوا بأن النيابة العامة تصدر الإجراءات ديال تهم الموجهة للمتهمة فقط، هي ما كتحكمش، الذي يحكم هو القضاء. وكذلك هيئة الدفاع للمتهمة فهو من المفروض عليه أنه يدافع داخل أروقة المحكمة من أجل إعطاء الدلائل وإعطاء البراهين من أجل تبرئة المتهمة من التهم المنسوبة إليها. ثانيا، ثالثا، مني كنكونوا حنا داخل المحكمة، من طبيعة الحال كاين النيابة العامة تسمى المدعي العام، وهناك هيئة الدفاع، وهناك القضاء هو اللي كيفصل. دونك إلى حدود الساعة فالمتهمة بارئة تثبت إدانتها. اليوم إنا كنا كنخرجوا لوسائل الإعلام واحد أطراف هيئة الدفاع الذين كنوا لهم طبيعة الحال كل التقدير وكل الاحترام، من تيقول لنا إن السيدة توفات في إضراب على الطعام فأننا نوجه تهمات القتل العام ديال النيابة العامة. فأعتقد على أننا هذوك المناظرات كاملة اللي كنا كنديرو، هذوك المؤتمرات كاملة اللي كنا كنتكلموا عليها ولدينا دينا طوال هذه السنوات، نضالات مستمرة مع كل قوى الحية من أجل الاستقلال القضائية، لقد تجاوزناها بكثير وأصبحنا اليوم نتحدث على واحد الوقفة اللي خصنا نديروها جميعا. أولا لأن هذا القضاء خصنا نرجعوا ليه الهبة ديالو. شوف، مني غادي تقول لي أن النيابة العامة غادي نتهمها بالقتل العام، هنا أعتقد على أننا خصنا نوقفوا جميعا، لأن النيابة العامة دفاعا على القضاء. هنا لقد تجاوزنا الدفاع على القضاء، نحن نتحدث اليوم على تصريح اللي هو عنده أبعاد كبيرة بزاف. هنا كانت هناك تشويه في المساطر أو عرقلة لمهام الدفاع، فأعتقد على أن هناك قنوات ومساطر أخرى مضادة لتصحيح الوضع. أما أننا نتحدث بطريقة إلى وسائل الإعلام وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد هذا يسوق إلى حتى البلدان الخارج البلاد وحتى كذلك لدى المنظمات الدولية، أعتقد كذلك هذا فيه حتى ضرب لسمعة المغرب، لأننا اليوم ما خصناش فقط نحصروا هذا الملف المرأة الحديدية في هذه القضية فقط ونتحدث عنها هل هي بارئة أو متهمة، ولكن نتحدث عن الأبعاد القانونية والاقتصادية وإلى غير ذلك، لأن البعض ربما المشاهدين تقول لنا من الأبعاد الاقتصادية. كتعرفوا اليوم بأن المناخ ديال الاستثمار، وهذا هنا جهة اسم الصدرعة، هي بلد، هي منطقة فلاحية وفيها استثمارات، هنا عرفتوا بأننا نحن اليوم كنصوروا هذه الصورة للقضاء السيئة جدا. المستثمرين غيهربوا، فالمستثمرين لأن ما يمكنش أنا غادي نجي رؤوس الأموال ونجي الاستثمار هنا والقضاء فصيل، كما يقول أستاذ الهيني الذي نكون له كامل التقدير والاحترام، وخاصة بأنه أستاذ كان في سلك القضاء واليوم هو في سلك المحاماة بهيئة تطوان، من المفروض عليه يعرف هذه المسائل القانونية. وأعتقد على أن اليوم المهنة هي مهنة شريفة، مهنة اللي من خلالها خصنا، وهي قبل ما نقول هذا الكلام خصني نقول واحد الكلام مهم، وهو كذلك مكون أساسي ورئيسي في 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 منظومة ديال العدالة. اليوم كما قلت خصنا نوقفوا واحد الوقفة ديال التأمل، فين غاديين نوصلوا بهذا الأسلوب؟ فين غاديين نوصلوا بهذا التجريح؟ في القضاء فين غاديين نوصلوا في هذه الاتهامات المجانية لمؤسسة دستورية تعني في الحفاظ على السلم ديال المجتمع والحقوق ديال الناس؟ كيفاش اليوم غاديين نحافظوا على الهبة ديال القضاء ديالنا؟ كيفاش اليوم غادي نوصلوا لواحد المرحلة أننا نترافع على القضايا التي حتى ولو كانت فيها أخطاء عن طريق المساطر
القانونيه والمساطر الاداريه، لاننا خصنا نتعلموا. وكذلك كنت انا اتمنى الساده الاساتذه الفضلاء مؤازري المتهمه ان المرافعه يجب ان تتم داخل اروقه جلسه المحكمه وليس خارج او لا امام الكاميرات وامام كذا، لان الهدف ديال المحامي في الدرجه الاولى خاصو يكون انه يساهم وينور، ماشي فقط الراي العام، الراي العام ياتي هو الاخر، انه ينور المحكمه ويقول لها بان هذه السيده بريئه عبر وثائق عبر دلائل، وليس فقط اننا نقوم بالترافع على هذه القضيه خارج اسوار المحكمه وامام الكاميرات، لاننا اعتقد على ان هذا فيه شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء. ممكن المشاهدين باش ما نطولوش عليكم، ما غنقدرش نحط الفيديو ديال الاستاذ مصطفى الامين العام للشبكه المغربيه لحقوق الانسان وكذلك الاستاذ حسن، غادي نفصلوا بيناتهم، غادي ناخذوا هذا الفيديو ها هو راه بوحدو وغتنتظرونا فيديو مع السي حسن. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا سفيان مستقيم.